العمار كان بقى بعد الليله دي في حاجه حلوه ولا احنا كنت لسه اقول لك بقى في حاجه نروح كده بقى ولا ايه؟ ولا كانت نروح من البطوله يعني؟ لا لا ولا كانت ما نروحش فيها حاجه حلوه أكيد. مش غامقه خالص اكيد. طب احنا في شغل زي ما كنت بتتكلم في افكار للراجل كل لما بدانا بيها، احنا بس بنقول النقاط اللي المنتخب محتاج يشتغل عليها ولازم نشوف نقاط القوه اللي عندنا عشان نطورها اكتر من كده. الجبهه اليسرى عندنا كانت هي افضل حاجه، بس تعالى نرجع للقطه الجون، وده اللي كان غريب بالنسبه لي ان انت بدات البدايه القويه دي، لان منتخب موزمبيق واحد من اكتر المنتخبات لو ضغطت عليها انت في كل مره ضغطت صح خدت الكوره. ومن البدايه خالص من بدايه الجون اللي احنا جبناه البدايه كانت عندك. يعني لعيبه المنتخب لمستها من البدايه، وده اللي يمكن خلى سنه ثقه زياده شويه ان انا كده كده هكسب في اي وقت، لان الموضوع كان متسهل من الدقيقه الاولى. يعني تعال نبدا بفكره الضغط الاول، قد ايه الضغط صحيح، وانا شفناه لما يبقى فاشل او يعني يبقى سيء بيبقى شكله عامل ازاي، ونشوف الجبهه اليسرى كانت تفعلها ازاي. دي الحاله بتاعت الهدف، الكوره كانت مع منتخب موزمبيق، خد الكوره بص هنا بقى وقف ثانيه واحده، هنا كل لعيب في منتخب موزمبيق عنده لعيب مراقبه، حمدي فتحي بص بيضغط ازاي من لازم الراجل، تريزيجيه مقفل عليه زوايا التمرير زي ما انت برضو واقف، ادي تريزيجيه اهو، ادي مصطفى محمد، ادي محمد صلاح، ادي النني، كل اللعيبه بتضغط. طب لما الكره تتدرج ناحيه اليمين ابتدى موزمبيق هيلعب ناحيه الشمال بتاعت منتخب، ناحيه اليمين بتاعت منتخب مصر، بص صلاح رايح هناك، مصطفى هكمل بالفريمات عادي، هتلاقي مصطفى بيضغط على المان بتاعه راحت لحارس المرمى، كمل مصطفى هيحاول يروح، زيزو بص هنا فين واقف مع راجل رقم 15، كانت لسه التعليمات فريش، كنا في الدقيقه 2 الله ينور عليك، في اول دقيقه ونص هي دي الفكره، الكره هتيجي للراجل ده، بص مصطفى قافل ازاي، بص زيزو قافل ازاي، بص حمدي راح قافل ازاي، هتيجي الكره النني هيقطعها من يا دوب عند نص ملعبك، خدت الكره اداها لتريزيجيه، الجبهه اليسرى الفعاله بتاعتنا، ادي تريزيجيه هيلعبها لمحمد حمدي، كمل بالحالات يا بابلي، ادي محمد حمدي اهو يستنى تريزيجيه يطلع له، تدرج طبيعي جدا بالكوره، تريزيجيه بياخدها اول ما بس يلعب عرضيه، كمل بس كمل مع بابلي معاك، بس قبل وقف ثانيه واحده، بص هنا هتلاقي حمدي تقريبا جوه منطقه الجزاء، صلاح جوه منطقه الجزاء، مصطفى محمد جوه منطقه الجزاء، وزيزو، فيجي لك الهدف بتاعك بمنتهى السهوله اهو. يعني اذا لما بتشتغل صح الدنيا بتمشي عادي اهو، الكره لما قلشت من محمد صلاح ما في مصطفى وراه، ما عندكش لعيب واحد ولا اتنين جوه منطقه الجزاء، بس كان عندك وفره عدديه. كمل بقى الحالات بتاعه النني بالحاله بتاعه ناحيه الشمال، بص هنا التدرج الطبيعي ناحيه اليمين، احنا كان عندنا ديفوت كبير جدا، احنا الكوره ما بتتطورش، تلاقي زيزو بيرجع تاني لورا، زيزو بيرجع على طول بيسند، مفيش تناغم ما بينه وما بين صلاح وهاني، الجبهه دي كانت بايته تماما، عكس الجبهه دي هتلاقي حمدي فتحي معاه الكوره، تريزيجيه بينزل له عشان يطير مين؟ محمد حمدي. دي التركية اللي احنا عارفينها، محمد حمدي ده الظهير اللي بيطير دايما او بيفتح الملعب دايما. كمل بقى بالحالات، تريزيجيه هيدي لحمدي، بص هينزل اهو بيقول لحمدي خد الكوره، حمدي راح اداله الكوره تاني، بص هيعمل ايه حمدي؟ انت عايز من حمدي تستغل نقطه قوته، دخوله جوه منطقه الجزاء او ان هو يخش جوه المساحه، يهاجم المساحه دايما، بص حمدي فين؟ كانت ممكن تتلعب من بدري، واحده على طول من نني يودي حمدي فتحي يروح، بس اتاخرت شويه مش مشكله، رجعت تاني لمحمد حمدي اللي هيلعبها لحمدي فتحي في المساحه، تيجي لمصطفى محمد كان واحد لواحد ممكن يخش شويه، مصطفى حاول يريحها لحمدي فتحي واختل توازنه شويه، ودي كانت اول كوره. الكوره اللي بعدها على طول هي اخطر كوره لمنتخب مصر، وبادئه برده من عند عبد المنعم في الحته دي، عبد المنعم هيلعب لحمدي فتحي، كمل بالحالات عادي يا بابلي خالص، ادي حمدي، وشرحنا بقى نفس القصه، تريزيجيه نازل عشان يدخل حمدي ويطلع ويطير الباك، خد النني كمل بالحالات عادي، هتلاقي بص اول ما النني مين اللي ظهر خرج في المساحه عشان ده في مثلث، حمدي فتحي مع محمد حمدي مع تريزيجيه، تريزيجيه هاجم المساحه اللي في النص اللي ما بين الباكين، خد الكوره ولعبها وجالت اكتر فرصه لمنتخب مصر. اذا عندك جبهه كانت شغاله بشكل جيد على نفس الافكار بتاعتك، بس كان عندك جبهه عطلانه بشكل كبير هجوميا ودفاعيا، كان لازم التدخل لو مش بعد مش خلال الشوط الاولاني يبقى قبل بدايه الشوط الثاني، لان انت انهارت بعد اول 10 دقائق. يعني منتخب موزمبيق اداك فرصه في 2 في 3 في 4 ان انت تتدرج في كل شيء، ومع ذلك احنا كنا مستسلمين تماما الا في الدقيقه 65 70 وبتبتدي تتغير الشكل بتاعك.